أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الحلال والمعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأنصار الذين استشهدوا بين يديك. طبتم سادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وقفنا ربابا، وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التنعاب أبياتا محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابايا، ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه تراه المدرك الغلابا، وتحزبت فرق الضلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب، فتنادبت للذب عنهم عصبة ورثوا المعالي أشيبا وشبابا. أسدا قد اتخذوا الصوارم حلية، أسد قد اتخذوا الصوارم حلية، وتسربلوا حلق الدروع ثيابا، يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الضبا وسقاهم أكوابا، وكأنهم مستقبلونك واعبا، مستقبلين أسنة وكعابا، وجدوا الردى من دون آل محمد أي عذبا، وبعدهم الحياة عذايا. يا بابا ودعاهم داعي القضاء، وكلهم ندبون إذا الداعي دعاه أجاب. يا حبيب
يا أهل الوغى وأنوع على المغيب ليش ناديكم ولا منكم مجيب يا هو يحميها الحرم وخدوه والله بعد هيهات ليلة الأنصار وكلكم أنصار الحسين والله بعد هيهات بلسان حال أبي عبد الله بعد هيهات دهري بكم يعود اي والله ورد شيء إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بتعجيل فرج مولى صلوات الله عليه وعلى المجلس والصلاة على محمد وآله الآية المباركة بل الآيات المباركات من سورة الأحزاب ونحن في ليلة أنصار أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه هذه الآيات المباركة عرضت لجملة من خصال المؤمنين والمؤمنات وفي الآيات سبب للنزول جاء فيه أن السيدة أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها زوجة جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليهما جعفر الطيار عندما عاد من هجرتهما من الحبشة إلى المدينة كان رجوعهم في عام فتح خيبر حتى ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لا أدري بأيهما ما أكثر سروراً بفتح خيبر أم بقدوم جعفر عندما جاءت أسماء سألت النسوة في المدينة هل نزل في كن شيء من القرآن الكريم يعني شيء من المدح من الثناء من الذكر الحسن كذا قلنا لا لم ينزل شيء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله لقد ذهب الرجال بالخير والأجر كله دوننا ما الخبر؟ قالت ما نزل فينا شيء من كل الآيات تمدح الرجال فأنزل الله تعالى هذه الآيات المباركة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هكذا مماثلة مع أن النظرة الإسلامية
واضحة صريحة أن لا فرق بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى في عين الله تبارك وتعالى، وأن المقياس هو الورع والتقوى، على اعتبار أن المقياس الإسلامي العام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بخصوص الذكر والأنثى، القرآن الكريم يصرح: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ما فرق بين ذكر وأنثى، بين رجل وامرأة، كلاهما على كفتي ميزان متساويتان عند الله سبحانه وتعالى. الغاية الإيمان والعمل الصالح، هذا الذي يميز الرجل عن المرأة. نعم هناك فروق ما بينهما، فروق في البدن، في الجسد، في الخلقة، بناء على الوظيفة التي كلف الله تعالى كلا منهما، لكن هذا لا يفضي إلى التمايز بينهما. أولا من جانب القيمة الإنسانية، كلاهما لهما نفس القيمة عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك في جانب المقامات المعنوية لا فرق بينهما. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ضربها مثلا، يقول ضربها مثلا للذين آمنوا، يعني رجالا ونساء، وكانت امرأة فرعون. إذن في عين الله تبارك وتعالى لا فرق بين الجنسين. الآيات المباركة جاءت لتبين بشكل تفصيلي، فجاءت بعشر صفات. قالت: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كل ذول اللي تتوفر بهم هذه الصفات العشرة لا فرق فيها بين رجل وبين امرأة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأجر والثواب العظيم جاء بصيغة الحتم والقطع واليقين. قالت أعد بصيغة الماضي للتدليل على حتمية الأجر والثواب الإلهي وعلى حتمية المغفرة الإلهية لذنوب أولئك الذين اتسموا بهذه الصفات العشر. هذه الصفات العشر لو نظرت إليها لم تبق خصلة إسلامية جليلة إلا وقد تضمنتها. الآن الإنسان متى أحصن لسانه وعف بطنه وفرجه كان ورعا تقيا. ولذلك عندما تقول إن المسلمين والمسلمات ثم تعطف والمؤمنين والمؤمنات لتدلل أن هناك فرقا ما بين الإسلام وبين الإيمان، وأن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. الله عز وجل يصرح في غير آية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام لفظ الشهادتين على اللسان، ولكن الإيمان تصديق بالقلب والجنان. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث عن مراحل الإيمان الثلاثة يقول: إقرار باللسان وتصديق بالقلب والجنان وعمل بالأركان. يعني أيها المسلم، صحيح أن لفظ الشهادتين، من تلفظ الشهادتين اللي تلفظ الشهادتين يكون قد عصم ماله ودمه وعرضه، لأن صار من المسلمين، ما حد يقدر يتجاوز وينتهك حرمته. صام أم لم
يصوم، صلى أم لم يصلي، هو مسلم من المسلمين، ما تتعرض له، هذا تعبد أم لم يتعبد بينه وبين الله عز وجل، ولكنه دخل في ذمام الإسلام، في حوزة الإسلام صح بهاتين الشهادتين، لكن لو أراد أن يترقى أكثر لابد أن يستقر الهدى والإيمان وين؟ في قلبه، ثم يترجم هذا الهدى وهذا الإيمان القلبي إلى عمل بالجوارح، يعني عندما يصلي طاعة وامتثالا لأمر الله عز وجل كن هالصلاة ما تكون فقط هذه الحركات البدنية التي يؤديها، كن تأتي ثمارها من أثر في روح الإنسان. يعني عندما نقرأ مثلاً أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما يريد يقول أن كل واحد صلى مثل التلقيح، تأخذ تلقيح مال فلاونزا لمدة سنة أنت إن شاء الله ما عندك شيء، لا، يريد يقول أن المصلي المفروض تكون عند الأرضية مهيئة لكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وللأسف عدم الاهتمام بالصلاة وبأركان الصلاة وبإقامة الصلاة، وفي غالب الأحيان لا تكون الصلاة إلا صلاة شكلية، مستعجل يريد يصلي عليه فرض يريد يسقط، صايم لكن لسانه ما يلزم عن الغيبة، هسه أفرض مثلا الغيبة ليست من المفطرات، لكن أنت ليش تفقد الثواب وفضل الصيام؟ طب كذلك خل لسانك يصوم، خل عينك تصوم، خل سمعك يصوم كذلك، حتى يكون هذا التعبد وهذه الطاعة الله عز وجل عندما يقول والقانتين والقانتات، ما هو القنوت؟ القنوت هو الطاعة المقرونة بالخضوع لأمر الله عز وجل، طاعة مقرونة بيش؟ بالخضوع، كن وين أنت خاضع خاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت تؤدي العبادة، يعني على الأقل تحفظ أركان العبادة. هذه الشبهة التي تثار أن الإسلام حط مثلا من قيمة المرأة ومن كرامة المرأة، أبدا، من قال ذلك؟ ما من تشريع في التاريخ البشري أكرم المرأة غاية الإكرام كما أكرمها دين الإسلام، ولكننا باعتبار أننا مع الأسف هجرنا تعاليم الدين وأسأنا فهم الكثير من تعاليمه، لذلك حتى في مجتمعاتنا صار ينظر إلى المرأة هذه النظرة الدونية، والحال أن الله تعالى أراد لها أن تكون إنسانة معززة مكرمة لا أن تهان. يعني عندما ضربنا مثلا ليلة البارحة ونحن نتحدث عن الأعراف الاجتماعية السائدة وذكرنا أن من بين الأعراف المخالفة للعرف الشرع الصحيح قضية غلاء المهور، البعض عندما يقدم على فتاة مؤمنة وهي في دار المهجر، ولا أقول هذا الكلام جزافا فيكون واضح عند الأخوة أننا نمر بكثير من المشاكل، وغاية المنبر أنه يذكر المؤمنين بالرجوع إلى نهج الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما نقول يستحب الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن نزوج البنات بقليل من المهر متبركين بمهر الصديقة الطاهرة عليه السلام، ينبغي أن لا يساء الفهم. البعض مثلا يقدم إلى زوجته يقول والله انت لو كان عندك مقام افرض المكان عند اهلك كان ما قبلت تتزوجين بهذا المهر المنخفض. هذا لو عنده تدين صحيح وعنده اخلاق اسلاميه ما يتجرأ هذا التجرؤ، ينم على عدم التدين هذا الكلام، لانه ما كان يراد بالمهر شراء المراه، المراه ليست سلعه تباع وتشترى،
ما هو إلا أمر رمزي باعتبار أنها مطلوبة مرغوبة، مو أكثر من هذا. أما تدبير سائر شؤون الحياة، الدين أوجبها على اليمن، أوجبها على الزوج، وإذا أخذ البنت حتى لو أخذها بأقل من مهر الصديقة الطاهرة عليها السلام، ولكن أخذها من دار عز ورفاهية، شرعاً يجب عليه أن يوفر لها سكناً وملبساً ومأكلاً يناسب شأنها. مو القضية تجي هنا تقتر لأنك والله أخذتها بمهر قليل. والشباب لابد أن يلتفتوا إلى قضية مهمة، مثل ما نطالب مثلاً الفتيات المؤمنات أن أفرض يلتزمنا الحجاب الشرعي ويلتزمنا الحصانة الشرعية الصحيحة، على الشاب المؤمن كذلك أن يحصن نفسه، يحصن نفسه بالالتزام بالعبادات بما ينمي أبعاد الروحية، مو الالتزام الظاهري، الالتزام اللي يخليك تصلي صلاة بدنية أعمال فقط حركات، أما أنت ذهنك محشورين من الأفكار الغربية. لو كانت عندك زوجة من غير هذا الطراز كان يمكن تقوم وتقعد لها، لكن لأنها امرأة مؤمنة حريصة على أن تكون مثلاً سمعتها نظيفة، وبالتالي تسوغ لنفسك أن توجه لها ما توجه من الإهانات. على أي حال الكلام للشاب غير الملتزم، عليه أن يعي أن عليه مسؤولية شرعية وأخلاقية. لذلك القرآن الكريم في هذه الآيات المباركة قرن بين الاثنين، قرن بينهم في هذه الخصال العشرة، يعني إذا كنت صابراً والمرأة صابرة كلاكما على نفس الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. المهر عندنا بعض المظاهر التي ينظر إلى المهر واقعاً مظاهر غير شرعية، ولكن لأنها قبلت عرفة ولم تخالف أمراً شرعياً صارت مقبولة من الناحية الشرعية. يعني مثلاً عندنا المهر في الإسلام مهر واحد، الصداق واحد، بعدنا يقسموا إلى حاضر وغائب أو مقدم ومؤخر من الناحية الشرعية. أسم الباب تسهيل أمور الزواج وتيسيراً وتسهيل على الزوج، صارت القضية شنو مقدم ومؤخر، أو أنه مثلاً حاضر وغائب، كلاهما الحاضر والغائب إلمن هذا يرجع؟ ملكيته إلمن تعود من الناحية الشرعية؟ ملكيته تعود إلى البنت لا إلى أبيها ولا إلى أمها. يعني إذا جاء إنسان ليخطب فتاة مؤمنة من أبيها، خب بالنتيجة لابد أن نبدأ من الخطوة الأولى، لماذا أزوج ابنتي من فلان دون فلان؟ نقول نقتدي ونأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أنا هذا ما أعرفه، أجد قدم لابنتي وما أعرفه، المفروض مسؤوليتي أنا ولي الأمر ولي أمر البنت أن أسأل عن هذا المتقدم لابنتي، أسأل عن دينه، أسأل عن أخلاقه، ذهبت إلى فلان من المؤمنين يعرف هذا حق المعرفة. فلان المفروض لما أسئل إيش تعرف عن هذا، هذا رجل تقدم لابنتي طلب إيد بنتي، شنو تعرف عنه؟ صاحب دين، صاحب أخلاق. إذا كان فلان المزكي يعلم بأن المتقدم للبنت ما ملتزم دينيا، أخلاقه مو تمام، يجب عليه شرعا عملا بالنصيحة الدينية. هذا المورد إخواني ما في غيبة، هذا المورد ما في انتقاص، هذا المورد مورد نصيحة في الدين، إنما الدين النصيحة. يجب أن يقول لا فلان الذي أعرفه عنه أنه إنسان مثلاً ما ملتزم بالدين، لا صوم لا صلاة، أخلاقه هموها الجلد. على تعبير واحد من عندهم خابر أحد الإخوة
شاب يبحث عن امرأة مؤمنة ملتزمة محجبة كذا كذا حط له 100 شرو قال أبو يصوم يصلي قال لا والله طقه ونص أنت جاي مع شنو التجارة الرابحة جاي بيها أنت هذه مشكلتنا هذه المجاملات عندما تنسحب حتى على الأمور الشرعية فتحصل من وراء ذلك مخالفات شرعية هذا ما بيها غيبة الغيبة إلها موارد وإلها كذلك استثناءات من جملة الاستثناءات الاستشارة في التزويج المفروض يجب عليك أن تكون صادقاً وتجاوبهم على السؤال أن الرجل هذا غير مؤهل وينتهي الأمر المهر يتقدمون للأب 10,000 5,000 هسه هذا يقول أنا والله لزمني الخجل خجلت أفرض مثلا فاجئوني قالوا لي بمهر الزهراء عليه السلام أو بكتاب الله وحج بيته الحرام زين طب أنت المفروض هذا الأمر تعرض على اليمن المفروض أن هذا الأمر يعرض على البنت هي البنت راح تقبل تقول زوجتك نفسي لو أنت أيها الأب القبول بيد من؟ المهر حق مالي شرعي فرضه الله تعالى للبنت المفروض هي البنت ترضى بالمهر هذا مو لأبي يتفق أو يكره البنت مثلا وما يجوز لأن يكره على أن تقبل بالزواج من فلان وهي لا ترغب منه نظرتنا إلى المهر الغايب المهر المؤخر الناس ينظرون إلى المهر المؤخر أنه رادع علما لمنع الزوج من الطلاق فكرة خاطئة أبدا ليس لها أصل شرعي المهر ذمة ودين في ذمة الزوج حتى يؤديه إلى زوجته إلا أن تعفو هي تقول له مثلا أنا سامحتك وهبتك هذا المتبقي من المهر أنا قبلت الهبة لا بأس لكن لا إذا رفض أن يعطيها طالبته به يوم القيامة يبقى هذا ذمة دينه ما إلى علاقة طلق ما طلق شنها علاقة بس أكو حالات خاصة لكن بشكل عام المهر حق للبنت ما يقدر هذا بكيف يتلاعب المهر عندنا إذا كان مؤخر إما أن يكون مؤجلاً ويجب أن يذكر في عقد الزواج معجل المهر كذا ومؤجله مثلاً 1,000 دينار بعد سنة واحدة صار مؤجل لكن إذا ما وضعنا أجل في العقد يصير المهر المؤخر معجل بتقدر بإمكانها بمجرد أن يتورط ويقول قابلته تقول له طيني المؤخر ما حدد أجل في العقد احنا عندنا حالة من عدم الاهتمام مع الأسف بهذه الموازين الشرعية ويصير حالة من التلاعب حالة من الانتهاك لهذه الأحكام الشرعية بدون مبرر لا ينم إلا عن استخفاف بحدود الله تبارك وتعالى هذا ما مرجو ولا مطلوب من المؤمنين أن يقدموا عليه بعد عندنا الله عز وجل افترض للمرأة كذلك استقلالية اقتصادية كما افترض للزوج هو مستقل اقتصاديا وهي كذلك هي هم مستقلة لو عندها وظيفة وتعمل يقول والله ما أنفق عليها لأنه هي مستغنية عندها وظيفة وتنفق على نفسها لا أنت أصلاً النفقة واجبة عليك غنية كانت أم فقيرة ما لها علاقة وظيفتها ولا يجب عليها أن تعطيك من راتبها شيئا فالمفروض نأخذ من أحكام الدين ومن نظرة الدين الحنين إلى تكريم المرأة نأخذ من عندها دافع لأن نكرم المؤمنات لا أن نسيء التعامل مع المؤمنات مثل ما أنت أيها الشاب ما شاء الله كلكم شباب وإذا كلكم عزاب الله يزوج العزاب جميعا إن شاء الله ببركات محمد وآل محمد أن نتعلم حدود الله تبارك وتعالى أمر مفروض علينا شرعا لأن الإنسان إذا أراد أن يتعبد كل لابد أن يتعبد عن علم
من أين يأتيه هذا العلم؟ إما أن يكون مجتهداً في دين الله، أو أن يكون محتاطاً، أو أن يكون مقلداً لفقيه من الفقهاء. هسه لا هذه ولا هذه ولا الثالثة ولا مقلد، وجاك واحد عمره كله صوم وصلاة، شو تقول له هذا؟ يجيك مسألة شرعية، إجماع الفقهاء، عمل العام بلا تقليد باطل، يعني ما يجتزئ به. واحد يقول أنا ما أعرف شنة التقليد شنو، هكذا أجيت أصوم، شفت أبوي وأمي وجماعة كلهم يصلون يصومون، وقضيت عمري إلى 20-30 سنة هكذا. مثل هذا يقولون له تعرض أعمالك على الفقيه الأعلم، فإذا وافقت أعمالك فتاواه، إذا توافقت قل لك أعمالك صحيحة، ذمتك برئت، مع واصل العمل، ولكن الآن تكون مقلد لذلك الفقيه الأعلم. أما إذا لا والله طلعت أعمالك مصردي، الصلاة تجيها وضوءك ما شاء الله، ولا بد أن نلتفت. هذا وين تظهر حقيقة هاي الأمور أيها الأكارم؟ في رحلات الحج المباركة، عندما يصير تركيز وتأكيد على قضية مثلا صلاة الطواف. تعالوا يا أخوة توضوا، خل نشوف القراءة شلون تقرؤون سورة الفاتحة، كيف تقرؤونها وإذا الأخطاء جمّ، كيف تتوضؤون للصلاة وإذا الأخطاء جمّ، كيف تصلي؟ هذا طلع اسمه صليت صلاة الطواف، أما لا وضوء صحيح ولا قراءة صحيحة ولا عند استقرار وطمأنينة لا في القراءة ولا في أذكار الركوع والسجود، بعدين شو نسوي؟ فالمفروض علينا أن نرجع إلى ديننا، ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى أن نكون ملتزمين بتعاليم الدين الحنيف. في الحديث الشريف: إكرام المرأة من خصال الكريم، الكريم من أكرم المرأة. هذه الآيات الكريمة تعرضت لهذه الخصال: الصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات. مو تقول بس أنا أنفق، المرأة كذلك لو أنفقت من مالها وكان لها من الأجر والثواب كما لك عند الله عز وجل. والصائمين والصائمات، كما ذكرنا أن الآفات ثلاثة في اللسان والبطن والفرج، وعلى الإنسان أن يتحصن، أن يحصن لسانه عن الكذب مثلاً، عن الغيبة، عن النميمة، وأن لا يتحدث إلا بصدق، وعليه أن يحرص على أن لا تدخل بطنه لقمة حرام أبداً، لأن لكل عمل آثار، آثار وضعية. الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما يصف أهل الكوفة يقول: ملئت بطونهم من الحرام حتى قست قلوبهم، وأن يعف فرج كذلك، الإنسان عليه أن يكون عفيفا، خصوصا وأن المغريات كثيرة. كما ترجو أيها الشاب أن تتزوج بامرأة مؤمنة مهذبة الأخلاق، عليك أن تنظر إلى نفسك كذلك. أنت اللي تبحث عن مثل هذه الصفات، عندك هاي الصفات متوفرة بيك؟ إذا توفرت بيك هذه الصفات حق لك أن تبحث عن مثيلتك، لكن إذا ما متوفرة بيك هذه الصفات يجب عليك أن تعمل لكي تحصل على هذه الصفات. هذا يراد لعمل. والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيراً، والذاكرة ذكر الله الكثير في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أيقظ الرجل أهله ليلا فتوضأ وصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في رواية عن صادق العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من بات على تسبيح فاطمة عليها السلام كان من الذاكرين الله كثيرا. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله عز وجل وعد كلا الجنسين رجالا ونساء إن توفرت فيهم هذه الخصال العشرة هم ذنوبهم مغفورة، وكذلك الأجر والثواب العظيم عند الله عز وجل لا حد له ولا حدود. لكن متى التزموا بهذه الحدود؟ لاحظ من حسن معشر حبيب ابن مظاهر الأسدي قدس الله روحه الزكية، حبيب ابن مظاهر الحسين سلام الله عليه إذا يكتب له كتاب يقول إلى الفقيه العالم حبيب ابن مظاهر الأسدي. حبيب ابن مظاهر من خواص وحواري أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحسين سيد شباب أهل الجنة، الإمام المعصوم، وارث علوم النبيين، يوصف بأنه فقيه وأنه عالم، يكتب له كتاب يدعوه إلى نصرته. حبيب شي سوى يأخذ الكتاب إلمن أخذه إلى زوجته رضوان الله عليها، يعرض عليها الأمر، قلها كتاب من الحسين عليه السلام يدعوني لنصرته، يعني بتعبيرنا يستشيرها يشاورها تشاركه الرأي. هو من أمثال حبيب بهذا المستوى الراقي من الفقاهة، يحتاج يستشير زوجته لنصرة الإمام المظلوم، ولكنه ضرب لنا درسا في حسن المعاشرة، ضرب لنا درسا مثاليا في الأخلاق العالية، وذولا مربيهم أمير المؤمنين عليه السلام، أن في أصعب الظروف أحلك المواقف زينكم لابد أن ترجع إلى شريكتك في حياتك تعرض عليها مثل هاي الأمور، حتى لو خالفتها أنت، لو فيما بعد أنت عزمت على رأيك توكلت على الله، لكن بالنتيجة أعطيتها فرد قيمة معنوية من الاحترام والتكريم. أصحاب الحسين من خيرة خصالهم رضوان الله عليهم أجمعين. الرواية تقول باتوا ليلة العاشر من المحرم وفي معسكر الحسين عليه السلام دوي كدوي النحل من الصلاة وتلاوة القرآن. أنا أقول خل نعرض أنفسنا، إحنا اليوم جايين لنصرة الحسين عليه السلام، صلاتنا مثل صلاتهم؟ تلون القرآن كما كانوا يتلون القرآن؟ طلقوا الدنيا لأجل نصرة الحق؟ ماذا صنعنا ونحن نريد أن نحذو حذو أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ صلاتنا حافظنا عليها كما حافظ عليها أنصار أبي عبد الله عليه السلام؟ أبو ثمام الصائدي قلنا يا ابن رسول الله نفسي لنفسك البقال، إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك ولكن الشمس زالت أبا عبد الله، أحب أن أصلي هذه الصلاة التي دنا وقتها؟ قال نعم، ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. أقيمت الصلاة، يقف سعيد ابن عبد الله الحنفي رضوان الله عليه وزهير بن القين يقيان الحسين وهو يصلي. 13 سهم ونبلة أصابت سعيد بن عبد الله الحنفي، سقط إلى الأرض مخضبا بدم الشهادة، يلتفت إلى الحسين عليه السلام، يا من تريد أن تنصر الحسين سلام الله عليه، انظر إلى هذه الثلة الطاهرة من الأنصار. يقول له وفيت يا ابن رسول الله؟ قال بلى وأنت أمامي في الجنة. فقرأ رسول الله عن السماء صلاة أصحاب الحسين ليلة العاشر، خرج أبو عبد الله يتفقد المخيم. لذلك الشاعر عندما يصفهم يقول سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار. ذولا أسحار الليل قبل الفجر عبيد لله عز وجل، سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار. فإذا ترجلت الضحى، إذا انكشف الصباح، كشفت لهم بيض القواضب أنهم
أحرار ذول بالنهار أبطال شجعان مجاهدون وبالليل عباد بين يدي الله عز وجل. حسين يتفقد المخيم يلحقه نافع ابن هلال يلتفت الحسين نافع ما الذي أخرج؟ قال سيدي أبا عبد الله خشيت عليك من هذا الظالم هذا الطاغية وأنت في ظلام الليل. قال يا هنا يا نافع خرجت أتفقد وأرفع بعض الشوك هذا غدا عندما يهجم القوم على المخيم يفر أطفال وأيتام أبي عبد الله وهذا شوك السعدان يؤذي أقدامه. قال يا نافع ألا تتخذ هذا الليل جمل؟ تهرب أنت صاحب زوجة وعيال ليش أنت تارك الحياة من الآن؟ تقول الرواية وقع على يديه وقدماه يقبلها سيدي أبا عبد الله الحمد لله الذي من علي بهذا الموقف. عاد الحسين إلى خيمته دخل على العقيلة زينب سألته سؤالها يا أنصار الحسين قالت أخي أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثب أبا عبد الله. قال لها أخي زينب لقد عجمتهم ولفظتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس. يعني ذول أصحاب مراس شديد وصلابة وشدة وغيرة على دين الله يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه. نافع ابن هلال سمع سؤال العقيل عليها السلام ذهب مسرعا إلى خيمة حبيب ابن مظاهر. حبيب يا حبيب ما الخبر يا نافع؟ برز حبيب من الخيمة برز الأنصار وإذا بقمر العشيرة شبيه رسول الله. قال لهم حبيب سادتي أبا الفاضل سيدي أبا الحسن يا علي الأكبر عودوا إلى خيامكم لا سهرت عيونكم إنما أردت بالنداء أصحابي. جمعوا أصحاب ما تريد يا حبيب ابن مظاهر؟ قال لهم يا أنصار أبي عبد الله ترى بنت علي ابن أبي طالب ما مرتاح الليلة ما مطمئن ابنة الزهراء ما مرتاح قلقة تسأل الحسين هل استعلمت من أصحابك نياته؟ تعالوا يا أصحابي ما الذي؟ اخبروني بالذي انطوت عليه ضمائركم. ها طلقتم حلايلكم عفتوها العشايركم اخبروني بضمائركم. قالوا لي ابن ظاهر عفنا ديارنا وجينا ريد نموت دون حسين وعيانا وصواوين. قال لهم إذا كانت نياتكم كذلك تعالوا نطمئن ابنة الزهراء. جاءوا أمام خيمة العقيلة وقف حبيب ابن مظاهر السلام عليكم يا أهل بيت النبوة السلام عليكم يا مهبط الوحي والرسالة هذه رماح غلمانكم آلوا أن لا يغمدوها أن لا يركزوها إلا في صدور أعدائكم وهذه سيوف فتيانكم آلوا أن لا يغمدوها إلا في رقاب من أراد السوء بكم. حسين قال لها أخي زينب أتعلمين من الذي جاء بأصحابي هذه الليلة؟ إنه سؤالك إياي هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ قومي يا ابنة الزهرة كوني سببا في رجوعهم إلى خيامهم. تجلب بايات بجلباب أمها فاطمة الزهرة وقفت إذا باب الخيمة قالت وعليكم السلام يا كرام الله الله فينا يا محيين الليل بالعبادة الله الله في هذا الغريب والله يهلي الشيم هذا محلكم للماء يا زمة ذخر هممكم شن العذر يكرم منكم تخلوا
يا حبيب هم بقلب من يزيله وبيرغب الأم من يشيله لا تشوفني لا تشوفني وانا ذليله انت العزيزة يا ابنة السلام ولكنها أسفي عليها عندما هوى الأصحاب على رمضاي كربلا وبقيت لا ناصر ولا معين تنظر إلى جثمان الحر بن يزيد الرياحي أقبل إليه بنو رياح ليرفعوه على الهامات يا ناس ضيعت البصيرة وحيرني سعد أن يحرق المخيم نادى بن سعد الخيام حرقوها والله ويصيح زيانة بطلعوها بحوافر خيل رضوا صدر أخوها بحوافر خيل رضوا صدر أخوها ولو بجت بالصوت وضربوها سبوا الزكية وشتموا أبوها الحسين عليه السلام عندما قتل أصحابه وقف عليهم رثاهم بهذا الرثاء بصوت حزين يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا مالي أناديكم لا تجيبون أستنهضكم لا تنهضون أنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت منيتكم دون إمامكم فلا تنصروه قوموا من نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام هذه حرم الرسول قد علاهن لفقدكم النحول بلى والله لقد غدر بكم الدهر الخور وإلا ما كنتم عن نصرتي تقصرون ثم جعل ينادي بصوت ضعيف يا حبيب ابن مظاهر ويا زهير ابن القيم ويا مسلم ابن عوسجة ويا عباس ابن علي ويا علي ابن الحسين لما رأى السبط أنصار الوفا قتلوا صوتك ها لما رأى السبط أنصار الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليايا وما قد رحل وخلفوا في سويد القلب نيرانا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأبيه فالتسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذراريه فرج عنا يا الله عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خلصائه وأودائه وزين الأرض بطول بقائه اللهم انصر به الإسلام والمسلمين اخذل به الكفر والمنافقين اللهم ادفع به عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سيما إخواننا المستضعفين المؤمنين في البحرين والسعودية وفلسطين وسائر بلاد المسلمين والنبه على مرضانا سيما من كان في جمعنا هذا مريضا أو سأله مريض ومن أوصانا بالدعاء اللهم ألبسهم جميعا ثوب الصحة والعافية والسلامة والأمن والكرامة تغمد به موتانا بوافر رحمتك موت المؤمنين والمؤمنات العلماء والشهداء والسادات خدمة الحسين عليه السلام جميعا من رحل من أهل هذا الجمع
سيما أموات المؤسسين والقادرين على الخصوص إلى روح الوالد العزيز الراحل الحاج أبي صفا أخينا المكرم أبي علي الشمري رحمه الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.